السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا جماعة الخير من مطار مسقط الدولي، متوجهين أنا والدكتور عادل البوسعيدي متوجهين بإذن الله تعالى إلى إمارة دبي لحضور معرض جايتكس، راح نوافيكم بكل جديد إن شاء الله. مرحبا يا جماعة، حياكم الله من إمارة الفجيرة. هذا واحدة من الحلول الذكية اللي يقترحوها لرصد تلوث الهواء. عندهم جهاز هنا يضعوه داخل هذا البوكس أساس يرصد تلوث الهواء، خصوصا فيما يخص المحاجر، ما محاجر ويقدروا يرسلوها إلى مواقع مختلفة يقيسوا فيها تلوث الهواء. كذلك ممكن فوقات السيول والأمطار أنهم يطيروا هذه الطائرة بحيث أنها ترصد لهم حركة المياه وحركة تجمعات المياه وكذلك الأودية. فكرة في مجال المياه والبيئة. هذا واحد من أمثلة على الداشبورد في كيف إنه ممكن واحد يستخدم الأوبن ديتا لأمور البزنس انتليجنس. هذا هم يستخدموا حاليا البيانات اللي تقدمها لهم دائرة الكهرباء في من الناس اللي تفتح عدادات جديدة أو تقطع عدادات جديدة على أساس إنهم فيجوالايز نسبة الهجرة الداخلية، الناس اللي تهاجر من منطقة إلى منطقة، فدي كان ناو فيجوالايز. فتلاحظوا الحين مثل هذه الأشياء الزرقاء اللي تكون ظاهرة، هذا يظهر لهم عدد الناس اللي جالسين يهاجر أو يقطعوا العداد ويروحوا إلى أماكن ثانية. عندن دي كان جت مثل الداشبورد يعطيهم بالضبط نسبتهم وهل هم إماراتيين أو إكسبات وكذا، فهذا ينفع إنك تعرف وين المناطق اللي أكثر طلب عليها واللي أقل طلب عليها أساس تبحث في الأسباب. آخر كيف ممكن تستخدم البيانات المفتوحة؟ إحنا هنا نتكلم عن البيانات الخاصة بالموبايل، أساس تعرف وتصنف الناس بحسب سكنهم. هنا طبعا في دبي يتكلموا عن الجاليات وتمركزهم، وين الجالية مثل الهندية الباكستانية الأوروبية تتمركز. هذه من البيانات ممكن تفيد أصحاب البزنسز بحيث أنهم يعرفوا what kind of businesses أنهم يفتحوا في أي مكان. فهذا أيضا مثال آخر كيف يمكن استخدام البيانات المفتوحة. هذه فيجن لشركة أوراكل للمدن المستقبلية. طبعا هم شغلهم أكثر شيء على البيانات، في سنسرات بتكون موجودة في أماكن مختلفة لأغراض مختلفة، بعضها للسياحة بعضها للبيئة بعضها لأمور المخلفات مثلا. هذه الفكرة أنها تجمع هذه البيانات، وعلى ضوء هذه البيانات تستطيع أن توفر معلومات معينة لأصحاب القرار. مثال على ذلك مثلا ممكن يعملوا لك مثل الشات بوتس. الشات بوتس تستطيع أن تتفاعل مع الزوار والسواح اللي يقدموا إلى أي مدينة، فيقدروا أنهم يأخذوا صورة وعن طريق إرسال هذه الصورة إلى الشات بوت أو إلى المكان المختص سواء كان البلدية أو المكتب السفر، يستطيع بشكل آلي أن يتواصل معهم ويعطيهم إرشادات كيف يصلوا وإذا كان في تخفيضات وكذلك معلومات عن اللي في الصورة. أوكي، هذا النظام يحدد الوجوه ويحدد إذا هذا الوجه فرحان أو ما فرحان. خلنا نشوف الحين، أنا كان يطلعني fearful أو ممكن بعد شوي يطلعني خيفان، الحين fearful، الحين بحاول أبتسم. بعض الحلول الذكية للمدن الذكية من فاناسونيك يا جماعة الخير، هذا الفيشل ريكوجنيشن سيستم. طبعا هذا كثير منتشر، الفكرة انه ممكن تحدد الوجوه اللي مثلا مشبوهة او ان عندك وجوه معينة تتعرف عليها. فوجود الكاميرات مثل هذه طبعا ممكن انه يلتقط صور للناس وعلى طول يستطيع انه يعمل لك alert في حال توجد واحدة من الصور اللي تبحث عنها. كذلك هذا النظام للفيكل تراكينج، فإذا كانت في سيارة مسروقة أو في فيكل معين تبحث عنها، بوجود الكاميرات يستطيع أنه يعمل تراكينج وسبوتينج وأليرت لما يحصل نوع السيارة. طبعا حاليا يحدد حجم السيارة ولونها، فإذا كانت مثلا فور ويل درايف، إذا كانت بيك أب، إذا كانت مثلا باص، واللون، ويستطيع أن يميزها ويعمل عليها أليرت. مرحبا يا جماعة، عيادة المستقبل كما تراها شركة زوم. لاحظوا هذا هو المريض جالس في غرفة، هذا هو المريض ومحاط بالأجهزة اللي يحتاجها،
للقياسات المختلفة، وهذه هي الطبيبة تتكلم عنه، وعادة تكون في غرفة مختلفة أو مبنى مختلف. لو تلاحظوا ممكن هذه القياسات اللي ممكن تقاس كلها في عيادة المستقبل، بحيث أنه ممكن توضع مثل هذه الكابينات، كابينات أمامنا، هذه الكابينات ممكن توضع في المولات أو في أماكن كذا، ويستطيع المريض يتواصل فيها مع هذه الكابينة. يا جماعة الخير، عادة يأتي هنا المريض ويقعد، وعادة إذا كان عنده بطاقة التأمين الصحي يدخلها هنا. في نهاية الجلسة طبعا بعد ما يتواصل مع الطبيب، وعادة هذا هو الطبيب، الوصفة الطبية ووصفة الدواء تطلع له من هذه الفتحة. فكرة جميلة. هذا صاحبنا الروبوت يعطيك القهوة اللي تريدها، كل اللي عليك تسويه انك تطلب من هذه القائمة، وهو راح ينفذ طلبك ويجيب لك اياه ويحط لك اياه. هذا اذا كان فيك كسل ما تقدر تطلب وتاخذ نفسك. سيارة هارمان، مستقبل السيارات ذاتية القيادة. Future of training. هيدربوهم يكونوا رواد فضاء. مختبر الذكاء الصناعي، شراكة بين دبي الذكية وبين IBM، تحديدا واتسون، في خلق use cases للدوائر الحكومية. الشراكة مجانية، الفكرة أنك تستطيع أن تدمج الحلول الذكية، حلول الذكاء الصناعي الذكية لIBM، لتخلق use cases للدوائر الحكومية، وكذلك تقدم مثل التدريب في مهارات الذكاء الصناعي.